لسه أخبار العدوان الإسرائيلي على غزة هي محور اهتمام كتير من وسائل الإعلام العالمية، خصوصا مع فشل مساعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن أنهم يوقفوا نزيف الدماء في القطاع. خلينا نستعرض مع حضراتكم تناول الصحف العالمية للأوضاع في الشرق الأوسط، نافذة على الصحافة العالمية مع الكاتب الصحفي أسامة خالد. صباح الخير على حضرتك أستاذ أسامة. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع حضرتك جولتنا كده في قراءة أهم العناوين والمانشيتات مع صحيفة التايمز البريطانية اللي بتشير إلى مدى صعوبة تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في التوغل داخل القطاع وصولا إلى جنوب القطاع. هل فعلا من الصعب التوصل إلى هدنة جديدة في الوقت الحالي والفيتو المستمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمام وقف إطلاق النار؟ تقييمك للأمور وقراءتك لهذه العناوين. خليني الأول أشير لنقطة صغيرة للتغير اللي حاصل في الصحف العالمية تجاه ما يحدث في غزة. ربما تجد أن في حالة من الواقعية السياسية والواقعية المهنية اللي كانت غايبة عن أول العملية. ده جزء مهم لازم الناس تبقى شايفاه، كيف تتعاطى الصحافة العالمية في الكام يوم الأخرانيين تحديدا مع مجريات الأحداث في غزة. فيما يتعلق بالجزء المهم بتوقف القتال، ربما طبقا للروايات الإسرائيلية وطبقا للتقارير اللي خارجة من قادة عسكريين سواء في مجلس الحرب الإسرائيلي أو قادة عسكريين في الجيش ورئاسة الأركان الإسرائيلية، فإن المعارك الأخيرة الأسبوع الأخير هي المعارك الأعنف في الحرب اللي بدأ من 3 أشهر تقريبا. عدد الخسائر في المعدات بيزيد بشكل كبير ومفاجئ ومزعج بالنسبة للإسرائيليين. عدد الخسائر في الأرواح، الكم والكيف، صحيح. الكم كعدد إصابات وعدد قتلى، والكيف في استهداف عدد من القادة، وده مزعج جدا للشارع الإسرائيلي. خلينا نبص على الشارع الإسرائيلي عامل إزاي. مجلس الحرب هو بياخد قرارات إذا كان هيقدر يتجه إلى هدنة أو إيقاف حرب ولا لأ. في ضغط كبير جدا على مجلس الحرب الإسرائيلي وعلى حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالشارع الإسرائيلي، بيضغط لإيقاف الحرب. لأول مرة نجد أن ليس الفلسطينيين وحدهم هم اللي بيقولوا بس يا جماعة وقفوا الحرب، كافة احنا تعبنا. الشارع الإسرائيلي الضغط فيه أكبر وأعنف. ربما لن نصل إلى مفاوضات، لن نصل إلى هدنة إلا بضغط عسكري. الضغط العسكري الميداني حاصل بشكل كبير جدا. طيب نتحول للنيويورك تايم واللي بنقرا فيها استطلاع رأي بيكشف عن رفض واسع لسياسات بايدن تجاه غزة. لو اتكلمنا عن تفاصيل استطلاع الرأي وازاي ممكن ده يأثر على قرارات بايدن في الفترة اللي جاية. استطلاعات الرأي في أمريكا الحقيقة أنا بعتبر أن الخاسر الأكبر من طوفان الأقصى كان هو بايدن وحكومة الديمقراطيين. هناك حالة غضب كبيرة جدا في الشارع الأمريكي من تصرفات الإدارة الأمريكية، من سوء تعاطيها مع الموقف، من انحيازها الفج والواضح لإسرائيل. يمكن لأول مرة بنشوف شباب صغيرين داخلين بيعملوا فيديوهات، داخلين بيتكلموا، نازلين بيتظاهروا في الشوارع. الاستطلاع الصادم هو خطورته بالنسبة للديمقراطيين وبالنسبة لبايدن تحديدا، هو أن النسبة الأكبر من الشباب ما دون 25 سنة يرون أن الإدارة الأمريكية وأن بايدن أساء التصرف ويبدون انحياز واضح للقضية الفلسطينية. النسبة الأقل اللي هي ما بين 25 و40 سنة بنسبة أقل شوية بيبدو انحياز للقضية الفلسطينية. ربما بتكون المشكلة في الاستفتاء الأخير في كبار السن اللي هم متأثرين بدعوات اللوبيات، مش لوبي واحد، اللوبيات الصهيونية في أو اللوبيات الإسرائيلية في أمريكا. ربما شوية تعاطيهم وانحيازهم مع القضية الفلسطينية أقل، لكن في انتصار كبير وانتصار ضخم جدا حاصل في التعاطي وفهم حقيقة القضايا العربية في المجتمع الإسرائيلي، في المجتمع الأمريكي، كشف عنه الاستطلاع ده. فرص بايدن في الانتخابات أصبحت صعبة جدا. الديمقراطيين فاهمين ده كويس، هم في حالة ارتباك ما بين الدعم الأعمى واللا محدود لإسرائيل وما بين ضغط الشارع. حتى الآن
الشارع راسم جزء من السياسات، لكن مش قادرين يتخطوا حاله الانحياز الرهيب للجانب الاسرائيلي. لكن ده مفيش شك ان ده هيبان بشكل كبير جدا في الانتخابات القادمه، وده هيربك الحسابات. إن اكبر نصر حاصل هو وجهه نظر الشباب الامريكي في الصراع العربي الاسرائيلي، وده هيربك الحسابات حضرتك سامعني يا استاذ اسامه، على حقيقه الوضع، على حقيقه الصراع، على من هو المبني عليه الحقيقي في هذا الصراع الممتد من 48 حتى الان. طيب طبعا زي ما حضرتك قلت ده هيربك الحسابات الخاصه بالانتخابات الامريكيه المقبله. عايز اروح مع حضرتك استاذ اسامه الى صحيفه الجارديان البريطانيه اللي هي نشرت تقرير مهم جدا تناولت الحرب في غزه من زاويه التراث المادي والمعنوي والاثار، لانه الحرب على غزه ليست حربا على الفلسطينيين والبشر ولكن بتستهدف الهوية الفلسطينية والتراث، وعندنا قائمة بعدد كبير جدا من الآثار تم استهدافها في هذه الحرب. شايف التقرير ده ازاي، وإلى أي مدى تم يعني تدمير الآثار والتراث المادي اللي موجود في قطاع غزة وانعكاس ده على دوائر كثيرة جدا في العالم؟ احنا بنتكلم على غزة اللي عمرها يصل في التاريخ إلى 2500 سنة. قيمة التقرير دوت في رأيي أن خلينا نكون بس نرجع شوية للأرقام. طبقا للإحصائيات اللي هي لسه حتى الآن مش كاملة نظرا لأن العمليات العسكرية شغالة على الأرض، تقريبا من 60 ل 70% من حجم الثروة العقارية في غزة تم تدميرها. احنا بنتكلم على كنيسة عمرها يعود لأكثر من 300-400 سنة، ربما في ارقام بتقول انها تصل ل 1000 سنه، بنتكلم على الجامع المعمداني، بنتكلم على عدد كبير جدا من المناطق التراثيه والمباني التراثيه والتاريخيه في غزه. لكن انا متصور ان احنا وصلنا لدرجه من الوعي في الاعلام العالمي ان كان يتم قتل المواطنين، قتل الابرياء، هدم البيوت فوق ساكنيها ولا احد ينصر. اللي حاصل حتى الان هو انتصار في الصحافه العالميه. خليني ارجع اقول لك، اذا كانت اسرائيل بتتعامل طول الوقت وبتروج طول الوقت وبتستخدم اكسبريشن دواعش حماس علشان خاطر تثير حاله تعاطف دولي، تعال نشوف ماذا فعلت دواعش. الدواعش لما دخلوا العراق هدموا كل الاثار، الان اسرائيل بتنفذ نفس الفكره، تستهدف المباني التراثيه، المباني التاريخيه، تستهدف الكنائس، المساجد. هنا خلينا نقول بشكل واضح، هو مين هنا دواعش التراث؟ صحيح. مين الدواعش اللي بيدمروا التراث؟ التقرير مهم جدا، لافت للنظر جدا، اهميته تكمن في ان زي ما قلت لك في الاول ان العالم بدا يرى اخيرا حجم المعاناه العربيه. من المصيب ومن المخطئ في القضية الفلسطينية؟ من الجانب العربي أم الجانب الإسرائيلي؟ وأنا هنا بتكلم في قضية فلسطينية، بكلمك على جانب عربي، على اتجاه وتيار عربي في مقابل تيار آخر إسرائيلي أمريكي. أخيرا بدأ العالم ينظر للحقيقة ويكتشف على أرض الواقع إيه بالضبط، من المصيب ومن المخطئ، من الجانب الضعيف المستضعف ومن الظالم اللي بيمارس القتل والهدم بكل عنف بلا هوادة. طيب خلينا نتحول للبي بي سي اللي بتتساءل كيف تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين دون اتهامات. بيتكلم كاتب المقال عن فكرة الاعتقال وقد إيه دوره يعني فاعل في إشعاع الموقف. هما هنا أعتقد بيتكلموا عن الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري هو واحد من أفظع أنواع الاعتقال اللي حصل في العالم كله. ربما لما تنظري إلى الحجم السجناء أو الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هتاخدي نسبة لا تقل طبقا لنادي الأسير الفلسطيني خاصة في الستة أشهر الأخيرة لا تقل عن 30% من الأسرى اعتقال إداري. ماذا يعني الاعتقال الإداري؟ الاعتقال الإداري يعني أني أروح آخذ شاب أو طفل أو مواطن من بيته أحطه في المعتقل بلا محاكمة، بلا تحقيق، بلا سؤال، بلا تهمة. ربما تكون شكوك، ربما تكون قلق،
ربما يكون اضطهاد من مسؤول أمني ما. بالتالي مشكلة الاعتقال الإداري هي واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية. الوضع في الضفة الغربية شديد السوء، الوضع في الضفة الغربية شديد الإلام، العنف اللي بيمارس في الضفة الغربية فوق الوصف. ربما احنا صحيح. عيوننا متجهة لغزة لحجم الدمار، لكن ما يحدث في الضفة أيضا مش قليل تماما. وملف الاعتقال الإداري هو واحد من أصعب وأخطر الملفات. في صفقة الأسرى الأخيرة هتجدي إن هناك أطفال عمرهم 14 سنة و15 سنة كانوا محبوسين في إسرائيل تمام. مجرد اعتقال إداري بس. صحيح. ما فيش تحقيق، ما فيش جناية، ما فيش صحيح. محكمة، ما فيش تهمة. خاصة الاعتقال الإداري أعداده زادت بشكل كبير جدا والمشهد كمان بعد زي ما مشروع حضرتك قلت الحكومة أستاذ اليمنية أسامة، المقربة في الفترة الأخيرة لو من بتسمعني الأخير، المشهد وخاصة مع وجود إيتمار بن غفير الوزير المتطرف على رأس جهاز الأمن الإسرائيلي، ارتفعت بنسب كبيرة جدا حالات الاعتقال الإداري داخل المجتمع الفلسطيني، وزادت أعداد الأسرى والمعتقلين الإداريين بشكل غير متوقع. لم تحدث طبقا لتقارير منظمات حقوق الانسان الاسرائيليه، لم تحدث ان وصلت اعداد المعتقلين الاداريين خلال سنه زي السنه الاخيره اللي حاصله في الضفه الغربيه. زي ما حضرتك قلت يعني المشهد في الضفة الغربية لا يقل عن المشهد في غزة، وكمان وسائل الإعلام الغربية وبعض الصحف بدأت يعني تخصص تقارير وتفرد مساحات تحريرية للحديث عما يحدث من اعتقالات وما يحدث من قتل كمان في الضفة الغربية. عايز أروح مع حضرتك إلى صور العام من التايمز، يعني في نيويورك تايمز تناولت لقطات مهمة جدا، هنشوف مع حضرتك مجموعة صور. وتم إطلاق يعني على هذه الصور، على هذه المجموعة، عنوان عالم مجهد. أكتر صورة لفتت نظر حضرتك في صور العام إيه؟ يمكن أنا أروح لصورة تانية شوية مختلفة، معبرة للغاية، نشرتها مجلة إسبانية، أنا مش فاكر اسمها دلوقتي بس يعني هتذكره وأقول لك. مجلة إسبانية نشرتها يوم 8 أكتوبر، وأنا بعتقد في رأيي الشخصي إن دي صورة العام وصورة الأعوام القادمة. هي نشرت صورتين لطفل فلسطيني كان يبدو عمره 5 6 سنوات، واقف قدام دبابة إسرائيلية من 20 سنة، ونشرت في الجانب الآخر من الصفحة صورة لمقاتل من مقاتلي القسام آسر، هو يأسر أحد جنود إسرائيل وبيخش بيهم في نفق، وحطوا عنوان صغير في البيت: العيال كبرت. الصورة قد إيه معبرة، قد إيه تحمل قدر كبير من الرؤية العميقة للصراع. إذا نظرنا لأطفال غزة الآن واللي بيحصل فيهم، ربما بعد 20 سنة تجد صحيفة أخرى وضع صورة تانية تمام. الواحد من أطفال غزة اللي بيعانوا الآن وبيتعرضوا للقصف والضرب، وهو بيعمل عمل آخر بعد 20 سنة. القضية لن تنتهي بالصراع، لن تنتهي بالقتل، لن تنتهي بالتدمير. التقارير العالمية دلوقتي، وإذا كنا بنتكلم عن الصحافة، خليني أقول لك إن التقارير العالمية دلوقتي بتتكلم عن جيل غزة 2023. تمام. كيف سيواجه العالم وماذا سيفعل بعد 20 عام؟ عشان كده انا كنت شايف ان الصوره اللي اتنشرت في المجله الفرنسيه المجله الاسبانيه يوم 8 صورة اكتوبر معبرة. كانت معبره جميل. جدا. هناك اللي لفت العالم كله وما زالت لحظه بدرجه كبيره جدا جدا من التعاطف، هي صوره روح الروح، الجد اللي بيحتضن حفيدته طبعا. وهي متوفاه هي طبعا صور عليها. كتيرة جدا يعني كانت مؤثرة ومعبرة وقادرة على التأثير بشكل كبير على الرأي العام العالمي. الأستاذ أسامة خالد بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الصحفية، وكمان يعني مجلة التايم كمان يا منة كتبت أو كان على الغلاف الخاص بيها صور الصحفيين، يعني دي أكتر حرب تم استهداف الصحفيين فيها. هنتكلم على أكتر أو حوالي 70 صحفي، وكتبت العنوان على التايم يعني people of the world of the year، يعني people of the year هم دول الأشخاص المهمين لهذا العام،
وطبعا صورة مجموعة من الصحفيين اللي سقطوا شهداء كانت تتصدر غلاف التايم. شيء مؤلم ان ناقلي الصوره هم اصبحوا ابطال الصوره صحيح. بعد ما يحدث من استهداف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لاصحاب الارض الفلسطينيين.